بعد ما دخلت اللون الاصفر اشتغلت سطر عادي ما فيهوش اي زياده اهو، وعقدت الخيط ده في ده وهقطع الزياده وادخلها جوه، وخلصت اهو سطر باللون الاصفر عادي بنفس عدد الغرز اللي انا وصلت لها مع اللبني برضو. ادي اهو سطر سطر بالاصفر، هعمل ابتدي بعد ما خلصت السطر ده اهو هبتدي اعمل سطر كله تزايد. انا السطر اللي جاي ده هعمل في كل غرزة غرزتين حشو عليه عشان عايزة اطلع بقى. هو هبتدي اول سطر هبتدي اعمل فيه زيادة، انا هحاول اعلمه بقى برضو هنا عشان متلخبطش. هقطع حتة من الخيط اللبني الزيادة دي واحطها في اول سطر هنا عشان دايما انا يا جماعة برضو بتلخبط بتوه في بداية السطر. اهو هحط الفتلة دي دي بداية السطر هنا، هبتدي اشتغل بالاصفر اتنين اتنين في كل غرزة هعمل غرزتين حشو خلاص. يبقى هنبتدي نعمل ادي اول غرزة اهي هنبتدي غرزتين حشو فيها عشان ابتدي اوسع. اول سطر كله غرزتين حشو وهمشي السطر اهو، وهو سطر صغير الغرز لسه عشان مضيقين هنا. في كل غرزة غرزتين عشان يبتدي يوسع معايا. اهو احاول ادخل الخيوط دي جوه الزيادة دي واقصقص منها شوية احطها جوه. دي الفتلة بتاعت اللي هي معلمة بها السطر، الفتلة اللبني اللي طالعة دي. يبقى اهو هخلصه اهو، كل سطر فيه كل غرزة فيها اتنين حشو. بعد كده هبتدي اعمل بالتدريج الزيادة كل واحدة واحدة لا فيها حشو، غرزة فيها اتنين قصدي غرزة فيها اتنين زيادة وفيها غرزة عادية واحدة. يعني هنعمل تزويد كل غرزة غرزة لا في السطر اللي جاي. بس اخلص السطر ده اللي فيه كل غرزة فيها اتنين اهو. خلصنا السطر اهو بقت شكلها عاملة زي زي الفازة اللي طالعة ببق كده اهي، وشكله بقى شكله عامل كده. هذه الفتلة اهي بتاعت بداية السطر كده. اعمل بقى غرزة حشو وغرزة، دي اول غرزة اهي غرزة اهو فيها زيادة وغرزة مفيهاش. انا اشوف انا بعناية هو عايز احساس شوية بعناية اهو. لو شايفة انا عايزة اطلع هو التاني اللي انا عاملاه يا جماعة اهو، يعني طلع شايفين معايا طلع بالتدريج، ممكن سطر في زيادة وسطر عادي عشان يعني ياخد مسافة او مسافة ما يكبرش مرة واحدة. لو عايزين يكبر مرة واحدة يبقى زي مدور كده مكور ماشي، ده هتعمله زيادة كل سطر. لو عايزين يطلع بالتدريج ومطول كده يبقى سطر فيه زيادات وفي سطر ما فيهوش. هنا مش عارف احنا نعمله زي ده، هحاول اعمله زي ده سطر فيه زيادة وسطر ما فيهوش. هنا هعمل الزيادة كل غرزة وغرزة زي ما انا مشيت اهو بالبداية، غرزة فيها
غرزة فيها زيادة وغرزة ما فيهاش. هنا عملت ادي غرزة، دي اول غرزة، ادي غرزة المفروض الغرزة دي فيها بقى نعمل زيادة برضو اهي 2، الغرزة دي ما فيهاش، اللي جاية دي فيها 2، اللي بعدها ما فيهاش، يعني حشو واحدة 2، واحدة 2، واحدة، هو هيبتدي يزيد. انا حاسة من الافضل كده، ممكن يعني يزيد، يبقى دائري شوية، مش مشكلة، هنشوف. اتنين، واحدة، اتنين، هنا دي كده 2، اللي جاية واحدة، اللي جاية فيها 2، واحدة، خلصها في السطر. اتنين، واحدة، اتنين، همشي على كده 2، أربعة، واحدة، لغاية ما اوصل عند الفتلة دي ونشوف. خلصت السطر يا جماعة، 2، واحدة، 2، واحدة. انا همشي بقى السطر اللي جاي ده، انا وصلت عند علامة الفتلة اللي انا حطاها، نمشي بقى السطر ده كده من غير زيادة، لانه وسع قوي، هو هيبقى شكله دائري شوية، مش زي ده طالع طويل، هو باين كده من الوقت، من لان عملنا زيادات. هنمشي السطر ده من غير اي زيادة، الغرز زادت قوي، هنشوف شكله هيبقى ايه، هيبقى ده ايه، ده مدور طالع على، مش هيطلع مطول، هيطلع على واسع، هيعمل لي شكل جديد والله العظيم. يعني انتي اعملي براحتك وبدعي، احسن ما تمشي على حاجة ثابتة، غيري يطلع لك اشكال. انا بحب كده، ما بحبش امشي على، بالذات في الكروشيه، في الاشغال اللي زي دي، يعني اعملي انت براحتك وجربي. الكروشيه بتبان النتيجة على طول معاكي، من زي حتى التريكو بيبقى صعب شوية انك تجربي وتفكي كده، الكروشيه النتيجة بتبان على طول في ايدك، يعني بديكي فرصة ان انتي تجربي وتألفي وتحطي خيوط وألوان اللي انتي عايزاه. انا بحب كده، بحب الواحد يعني يعمل على مزاجه الألوان اللي هو عايزها، ميمشيش على حاجة ثابتة او حاجة قصاده ويقلدها. يعني السطر العربية خلاص اهو، اللي هو السطر اللي انا عملته ده غرز حشو، مفيهاش زيادات ولا اي حاجة، اهو اهي عند الفتلة اللي احنا حاطينها، اهو ده المستوى ده، ممكن نشيلها ونرجع نحطها في المكان ده تاني. اهو خلصنا السطر ده كده، اهو بقى وسع، الفانوس هيطلع نعمله مكنش مطول زي ده، مدور. انا اشتغل كمان، ايه رأيكم ده نبتدي نضيق بقى، ممكن نبتدي نضيق بقى يا جماعة. انا بعد ما خلصت السطر التاني اشتغلت، قبل ما ضيق هبتدي اشتغلت سطر عدل، اشتغلت سطر كله عدل خلاص اهو،
اشتغلت السطر ده خلصته كله غرز حشو، لان بقى ايه قبل ما ابتدي انقص، يعني بعد ما عملت الزيادات اخلص السطر ده كله، في كل غرزة هعمل غرزة حشو. خلاص كل غرزة فيها غرزة حشو. في بقى من السطر ده هو البداية اللي عند الفتلة هنا، هبتدي اعمل تنقيص بقى، هعمل تنقيص عشان هو وسع كده، كل غرزتين هعمل غرزتين وغرزة تنقيص، غرزتين حشو وغرزة تنقيص عشان يلم معايا، غرزتين حشو وغرزة تنقيص بالطريقة دي، اخد الاتنين مع بعض وافوتهم مع الغرزة التانية، غرزتين واحد اتنين حشو واحدة تناقص، اتنين وادي واحد اتنين تناقص، واحد اتنين تناقص، واحد اتنين تناقص. خلص السطر ده كله كده لغاية ما نوصل عند الفتلة اللي احنا حطينا علامة لبداية هو خلاص اهو، هي خلصت هاي، واحد اتنين اخر تناقص هنا اهو. هبتدي بقى بعد كده في الغرز تبدأ تتلم اهي، امشي سطر عدل بقى بعد كده كله حشو عادي، بدأت الغرز تقل معايا، امشي السطر ده كله بالغرزة، في كل غرزة غرزة حشو، واخلص لغاية العلامة هنا وارجع تاني نشوف. بعد ما خلصت السطر يا جماعة اللي هو ثابت غرزة حشو في كل واحدة، ابتديت السطر الجديد اهو، غرزة حشو وغرزة تناقص، هبتدي بقى تناقص تاني، غرزة يبقى غرزة عادية وغرزة تناقص اهو، هنمشي اهو اهو، دي غرزة حشو وغرزة تناقص عشان ألمه بقى أصفر، ادي تناقص غرزة حشو واحدة عادي واحدة تناقص واحدة بواحدة كده، هيتقفل ويصغر بسرعة، واحدة حشو واحدة تناقص اهو كده خلص اهو، اخر حاجة في التناقص هنا اهي، وهتلم بصوا الضيق اهو بقى، بصوا عامل ازاي بقى، ليه شكل حلو شكل جديد، انا شلت الفايبر من هنا مش عارفة شوفوا شكله عامل ازاي، والله شكل جميل، انا كنتش ناوي اعمله اللي هو مدور من هنا قوي كده، كنت ناوي اعمله مطول زي اللي عملناه اللي انا اشتغلته قبل كده، بس ده شكل جديد حلو، ايه رأيكم؟ ولما شلت الفايبر مش عارفة حاسة ان من غير الفايبر هنا تحت، هنشوف احنا هنحشي لسه كده، وصلنا للشكل ده هنضيق اكتر، نبتدي ندخل بقى خلاص اللون اللبني بعد كده، ونعمل طرف الفستانات زي هنا زي في اللي كنت شغلاه، هدخل لون تاني اللبني، بس هنا في التاني ده بداية بقى السطر ده، المفروض نعمل سطر اللي هو العمود، عارفين الغرزة دي يا جماعة نشوفها مع بعض، اللي هي عمود بس باخده بيقولوا عليه عمود ايه، عمود قصير كده، باخده في غرزة واحدة، يعني ابتدي اعمل سطر كده
اهو الغرزة دي، السطر ده قبل ما ابتدي ادخل اللون اللبني. اهو سطر كده، السطر ده كله كده. خلاص خلص السطر الاخر ونكمل. خلصت العمود، السطر العواميد القصيرة دي يا جماعة، هبتدي ادخل اللون اللبني تاني واعمل سطر اللي هو الفستونات اللي هي زي دي، بس هصغرها. دي كانت فستونات معمولة من 8 عواميد كده، اخليها بقى عشان هنا الفانوس صغير، اخليها فستونات صغيرة 4 عواميد مع بعض الحاجة. ازاي بعملها؟ هنا دخلت اللون اللي هو اللبني اهو، وهبتدي اعمل واحدة حشو. هنشتغل اهو بقى يا جماعة الفستنات دي. حطيت الخيط اللي قطعت خلاص الاصفر، وحطيت الخيط اللبني، و هنقعدهم في بعض بس عشان ما يسلتوش، وابتدي اشتغل فستنات، 4 فستنات في كل الخيوط دي. اها ابتدي هنشتغل واحدة حشو ونفوت واحدة ونعمل 4 عواميد. 1 2 3 4، واجي افوت واحدة اهي دي، واروح عاملة حشو في اللي بعدها، وافوت واحدة واعمل 4 عواميد تاني. عمود عادي بلفة، اهو انا كنت عامله وفكيته بس عشان التصوير، اهو عشان كده المكان تحس واسع، انا بنسى بروح واخده على مره واحده. 3 4 اهو، افوت واحده واحط اللي بعدها حشو، افوت واحده واعمل 4 تاني كده. اخلص السطر ده كله بالطريقة دي. فوت واحدة اهي دي، واعمل في دي حشو، وافوت واحدة دي واعمل في دي 4. اخلص، خلصنا السطر الفستونات اهو يا جماعة. هنعمل ايه؟ هننزل في سطر العواميد اللي بالاصفر هنا، ننزل كده ونبتدي ناخد ننزل كده نفوت ونطلع بغرزة حشو كده واحدة، وندخل في اللي بعدها بالطريقة دي من تحت، وغرزة حشو من جوه، من جوه الشغل كده اهو. هنفوت العواميد اللي عملناها القصيرة، السطر اللي قبل الفستونات اللي بالاصفر، ونطلع ونعمل حشو، واللي بعدها وهكذا، عشان هبتدي اشتغل من جوه واطلع بالجزء اللي جاي ده.
اهو هدخل كده اكمل، انا همشي كده اخد الخيط واعمل حشو. شايفين يا جماعة السطر دوت؟ يعني في اللي بعدها هخلصه بالطريقة دي واجيلكم. خلصت كده اهو، خدت يا جماعة من جوه داير ما يدور من جوه زي ما انتوا شفتوا كده، وصلت للاخر. همسك في اللي بعدها اخر غرزة اهي وابتدي اعمل حشو لفوق تاني. شوفوا هو الفانوس اللي قبل كده اهو اللي هو مسكته هنا، وهطلع بقى كده، اطلع وابتدي امشي شويه وانقص، امشي شويه وانقص عشان يطلع ببوزه كده. شايفين يا جماعه ده؟ ابتدي اعمل انا بقى اهو، هبتدي اعمل برضو على الغرز اللي عملت سطر ده، اعمل كمان سطر حشو من غير زياده ولا نقصان. يعني في كل غرزه عملتها هعمل غرزه اهي. بس خلص السطر ده من غير تنقيص وهجيلكم بالطريقة دي. ورز حشو لغاية الاخر، خلصت كمان سطر الحشو، اكمل بقى وانقص، هحاول اعمل تنقيص. انقص اول واحدة زي ما نقصت قبل كده اهو، واحدة هنقص واحدة واشتغل واحدة، يعني غرزة حشو وغرزة تناقص اهي. هو خلاص بدأ يضيق، غرزة حشو وغرزة تناقص اهو. اللي بعدها دي حشو عادي، دي تناقص، دي حشو اهي. هنا كان مفروض احشي كمان شوية من الفايبر قبل ما تضيق كده، هحاول احشي قبل، خلاص هي بدأت تضيق، احشي حبة فايبر الفتحة دي. طبعا كان المفروض المرحلة اللي قبل كده اهو، احط برضو تاني
اهو اهو يا جماعة بقى كده. وعلى فكرة الكبير بيبقى سهل في الشغل، الصغير حط كمان شوية اهو. هو بالطريقة دي واقفل بقى خلاص، الغرز اتلمت على بعضها كلها. اسيب بقى حتة بس اللي هو العلقة، او لو هتبقى ميدالية هنعلق فيها الميدالية. وعمل تناقص تاني مع بعض لمت الورق خلاص اهي. هو ممكن نسيب حتة ونعمل بإبرة ونحط الإبرة وندكك الورز، لكن هي مش مستاهلة، هي خلاص اتقفلت الورز كلها اهي مع بعضها. ممكن بقى اعمل سلسلة طويلة للتعليق او اللي نمسك منها اهو. نمسكها هنا كمان خلاص، ونقطع ونخفي لسه الخيط ده، بس هنخفي جوه ويكون شكله بالطريقة دي. اهو يا جماعة بس هنخفي الخيط ده فانوس صغير. نزوقه بقى، انا هنا عملت هلال ونجوم، عايزين نعمل هلال ونجوم برضو او نكتب حروف. احنا هناخد الخيط ده نخفيه جوه وبال بالابره الكبيره بتاعه الخياطه هنخفيه ونشوفه بعد. بيكون ده شكل الفانوس يا جماعه بعد ما خلصت الخيط دخلته جوه ونضفته. عايزين نشتغل عليه نجمة او هلال زي ده، وده الكبير. انا لسه ممكن احط اشتغل على الحاجة التانية. يا رب تكون الطريقة عجبتكم وفهمتوها معايا، وكل سنة وانتم طيبين ومع السلامة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. متنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم عشان الجميع يستفيد، واللي لسه مشتركش يشترك بالضغط على سبسكرايب. ومع السلامة، كل سنة وانتم طيبين.